كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. كيف نقول هي إدارية وطنية عبر التاريخ معروفة في المحطات الحاسمة. ما معنى الهيئة الإدارية الوطنية؟ وهي رسالة لمن لا يفقه لا في تاريخ الاتحاد ولا في معنى مقررات الاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم في صفاقس البعض يتساءل لماذا الهيئة الإدارية الوطنية في جهة صفاقس؟ نعم، كل الجهات، كل القطاعات، كلنا جهة صفاقس المستهدفة من بعض الفقاقيع الجديدة والمراهقين السياسيين. تعرفوا صفاقس أضرب 12 وكل المحطات التاريخية. وقت نتكلم ونقول صفاقس، صفاقس التأسيس، صفاقس النضال الوطني، صفاقس 5 أوت 1947، صفاقس من بعد الثورة يشن عليها هجوما كاسحا لا لشيء، هو أنه من خلال صفاقس واستهداف الاتحاد العام التونسي للشغل ومحاولة اختراق وضرب القلعة الحصينة الاتحاد العام التونسي للشغل. لذا أقول بصوت عالي وصوت مرتفع أنه صفاقس مش وحدها، وكل جهة وكل قطاع نحن متضامنون مع بعضنا البعض، وإرادتنا أقوى من تهديمكم. وأقول أنه باش نوضح حاجة، أنه النضالات اللي خاضتها جهة صفاقس المدة الأخيرة والتجمع الذي سيكون غدا وانعقاد الهيئة الإدارية الوطنية في جهة صفاقس، لسنا بالضغط على القضاء، وإنما نريد قضاء عادل ومنصف بعيدا عن المساومات الخسيسة السياسية. ونعلم جيدا كذلك أبعاد تلك القضية، من خلاف لا معنى له يتحول إلى جناية. ونعرف أن المحاكمة والضغط الحقيقي على القضاء اللي شفناها المأزلة الحقيقية في مجلس نواب الشعب، وأنه محاكمة للاتحاد العام التونسي للشغل. ونعرف ائتلاف الشر في ضغطه على مجلس نواب الشعب أنه سيعطل كل مشاريع القوانين وسيكون بالاعتصامات في استغلال نفوذه والحصانة اللي يتمتع بها. نعرف كذلك أن هذه القضية هي سياسية بامتياز، واليوم نعيش في جمهورية القضاء. وسأخرج عن واجب التحفظ وسأسمي المسميات بأسمائها. اليوم وقت ثم 66 ملف تاع فساد في القضاء أمام المجلس الأعلى للقضاء، لا حياة لمن تنادي. احنا نحبوا القضاء نتاعنا كما قلت عادل ومنصف، حبوه مستقل بأتم معنى الكلمة لأن مصلحتنا في ذلك. ولكن للأسف الشديد القضاء مسيطر عليه من بعض الطيف السياسي، وكل القضايا قبرت انطلاقا من قضايا الاغتيالات السياسية، انطلاقا من الاعتداءات نتاع روابط معناها حماية الثورة اللي سموا فرواحهم، وهم روابط سفك الدماء في اعتداءات 9 أبريل، في اعتداءات على الاتحاد العام التونسي للشغل. في كل هذه القضايا فهمني لا حياة لمن تنادي، وهذه القضية بسرعة البرق. ويحكوا على استقلالية القضاء، هي منظومة متكاملة، أنه يجيبوا فرقة من تونس من عوينة هي التي تقوم بالأبحاث والإحالة الفورية في وقت هذا السيل، هو منتحل صفة، وهذا بشهادة المدير الجهوي للصحة وبشهادة من الوالي لا علاقة له بهذه الجلسة. وتعرفوا أن بناوا حملتهم الانتخابية على الاتحاد العام التونسي للشغل، وقدمنا قضية بزميمهم، وإلى حد الآن لا حياة لمن تنادي بتعالة أنهم طلبوا رفع الحصانة، اليوم بالقضاء العادل والمنصف، واليوم بالتقاضي ودولة القانون المؤسسات. يلزم معناها ما يستغلش معناها الحصانة نتاعه، ويلزم الناس كل سواسية أمام القضاء. إمام زاد فهمني اليوم صوته عالي،
واليوم اللي انه يسمي روحه امام ويتكلم بمصطلحات الدين الاسلامي والدين براء منه في استعمال مصطلحات يندر الجبين ليس من مصطلحات ومن شيم ديننا الاسلامي. فهذا الشخص وقت اللي في 2015 نذكره في قلعة حشاد وفي جهة صفاقس قطاع التعليم الثانوي في 2005 خاض عليه نضالات لأنه مش اضطرت وأنه حدينه معناها من جملة معناها الفكر الديني المتطرف وغيره يعتلي المنابر في المساجد ويسب في الاتحاد. الناس تتكلم عن الأخلاقيات وفي مجلس نواب الشعب ويقول طز في النقابيات والنقابين. نقول له احنا تعلمنا في مدرسة حشاد سنرد بالصاع ساعين وسنكون معناها الى جانب ابناء صفاقس. وتحية الى مبروك شتورو والى سامي ولا اشرف قولوا لهم انكم تدفعوا فاتورة دفاعا عن الاتحاد وهذا وسام شرف. و عائلتكم هي العائلة النقابية الموسعة بكلنا معكم وإلى جانبكم وبحول الله ما يشمش طول المدة. وأن يؤكد أن الفاتورة اللي دفعوا عديد المناضلين في السابق أنتم جاد من حسن حظكم أنكم تدفعوا الفاتورة وهي السجن. وسام شرف لكم مع هؤلاء المتكلسين ومع هؤلاء الفقاقيع الجديدة واللي يدعون السياسة ولا يفقهون شيء وأنتم تعملون على تدمير البلاد ونحن سنكون السد المنيع من أجل أن تكون تونس جبل شامخ لا تهزها حتى رياح عاتية وستبقى تونس لبناتها وأبنائها كما يريدونها وكما كانت في دولة الاستقلال وكما كانت تونس التعليم تونس الصحة تونس الرأي والرأي المخالف تونس الانفتاح على كل الحضارات تونس كذلك التي تؤمن كذلك ولتنبت العنف فهمني. فهذه تونس التي نريدها وستظل تونس كذلك.